سؤالي بقى لحضرتك يا دكتور نانسي، بعد ما سمعنا والمقارنات ونتكلم ازاي وننقي الوقت وننقي المكان وننقي الموضوع وننقي اللغه والكلام ده كله، فرضا هو بيقارنها بمطربه، هي بتقارنه بلاعب مش عارف ايه، لا عايزاه يبقى عنده سكس باكس، مش عاجبها ان هو بكرش كده زي حالاتنا، فعايزاه يبقى عنده العضلات والسكس باكس بتاعه، خلاص هو عفى عليه الزمن وخلاص مش قادر يعمل الكلام ده خلاص يعني. هو بيقارنها بالفلانيه الموديل الفلانيه، وهي عيني غصب عنها شغل وعيال وبيت وتنظيف واولادها، فما تقدرش تبقى الصوره دي. هل بقى ينزل او هي تنزل بسبب طموحاتها، ولا يتكلموا واجرهم على الله؟ لا هقول لك على حاجه. مبدئيا احنا لازم نكون واقعيين في حياتنا. الملائكيه دي او البرفكشن الكمال ده مش موجود. فهو حضرتك قبل ما تفكر تقول لمراتك انا عايزك تبقي فلانه الفلانيه، هل حضرتك فلان الفلاني مثلا؟ فقبل ما يعني قبل ما نتكلم ودايما نبوينت اوت زي ما بنقولها، ان انا بوجه صوابعي صوابع الاتهام، ده اتهام على طول، انت مش فلان فلانيه يبقى انا عايزك تبقي كذا. تبقى انجلينا جولي، هو انت براد بيت او حضرتك؟ طب كلمني عن نفسك كده، اخبارك ايه؟ بالظبط صح. طيب يبقى انا النهارده لما ببقى بطلب حاجه لازم اكون واقعي. بس دي تعمل مشكله لما يجي يقول لها حاجه تقول له يعني هو انت لا، ما احنا دخلنا هنا لا ده احنا كده خناقه بقى، ده كده مش هنخلص النهارده. لا اللي احنا بنتكلم فيه نبقى واقعيين. يعني ايه؟ يعني ما اطلبش طلبات ايوه احنا اصلا مش هنعرف نحققها او صعب تحقيقها. صح. طيب انزل على الارض او انزلي على الارض. كده انت النهارده بتقارنيه بفلان الفلاني او هو بيقارنك بفلانه الفلانيه، حضرتك تعرفي ايه عن فلانه الفلانيه؟ تعرفي عنها صوره بتظهر بيها، الصوره لا تستغرق يعني المده اللي بتاخد الصوره فيها دي دقيقه بكترها قوي. هل حضرتك تعرفي دي في بيتها عامله ازاي؟ زي ما هو حضرتك تعرف الست اللي عجبك شكلها والميك اب والجسم، هل حضرتك تعرف الست دي عامله ايه في بيتها؟ هل الست دي تعبت وولدت وعملت وكذا وبتجري ورا عيال وبتنزل الشغل وبتروح التمارين وبتعمل الكلام ده كله؟ لا، يبقى احنا بناخد صوره وبنقرر ان هي دي النموذج بتاعي اللي انا عايز فلانه او عايز فلان يبقى كده. يبقى انا كده مش واقعي، ده ا ب كده انا مش واقعي. اقارن بحاجه تكون حواليا خلاص. واصلا انا ضد المقارنه. يعني احنا لما نقعد نتكلم مع بعض كده كزوج وزوجه، احنا بنتكلم عشان نصلح من علاقه، مش عشان اقول لك مين احسن منك او انت احسن من مين. انت اول ما بتقارن الشخص او شريك حياتك او ابنك بحد، غصب عنك مخك بياخد الديفنس مود اللي هو طبعاً. الوضع ان انا الدفاع. اقل، فبالتالي لا انا مش عايز ابقى اقل. انا بقى رافض، حتى لو انت قلت لي ان اخويا، حتى لو قلت لي اختك، انا رافض ان انا اتقارن بحد. فاحنا مبدئيا كده عايزين نحطها قاعده النهارده، احنا مش هنتكلم في مقارنه، احنا عايزين نصلح من علاقاتنا مع بعض في البيت، عايزين نلم البيت. طيب انت بتحبي ايه؟ انا بتكلم في انا بحب ايه، نفسي اشوفك ايه. لما اجي بنتكلم على موضوع السكس باكس ده، انت مش لازم تقوليها له بصيغه انه انا عايزاك تبقى الموديل اللي هيطلع معايا الساحل الناس تتفرج عليه، لانك انت اول واحده هتتكدي عليه لو هو بقى عنده السكس باكس، اول واحده يعني خلاص. احنا بنتكلم في الصحه، صحتك انت بقى. ايه رايك بقى نبدا انا وانت نعمل مثلا دايت، رياضه كده، تعالى ننزل وانت اكلنا نتمشى. وده هيبقى كواليتي تايم، ده وقت جوده احنا الاثنين بنتمشى فيه مع بعض من غير خناق. صح. وفي نفس الوقت هيبدا يقلل من وزنه. انت ما تروحيش تقولي اصل انا جوزي بيتخن وانت اكلك كله سمنه واكلك كله تقيل وبتعملي طول النهار اكل، او ما بتعملش اكل خالص وبياكل بره البيت وبياكل دليفري مثلا او مش فاضي خلاص. يبقى احنا بنحط دايما كده خطط سهل تحقيقها او دوبل، حاجه ينفع تتعمل بعيد خالص عن المقارنات. صح. ودايما اشرك نفسي، تيجي احنا الاثنين نعمل كذا، تيجي ايه رايك نعمل كذا، يعني دايما نشرك بعض. مش في انها مسؤوليتك تصرف انت تخنت او تصرف، انا عايزك لا مش عاجبني انا ما ادخل عليك يعني. بص انت تخنت، اول حاجه هتقول لي ايه؟ غصب عنك هتلاقي نفسك عايز تدافع عن نفسك. طب ما انت كمان، انت كمان او يا والله هتزعل. احنا بطبيعه البشر ما بنحبش النقد. صح. فلازم ابقى دايما باخد بالي قوي زي ما دكتور عمرو قال، ان احنا نختار التوقيت ونختار الالفاظ. اكيد دي حاجه مهمه جدا، توقيت والفاظ جداً. اشكر حضرتك دكتور عمرو. سقف الطموحات اللي ما بقاش ليه حدود، هو خلينا اقول بس اصلا مقارنات نابعه من تمحور حول الذات. يعني في واحد عنده كده، احنا الجواز عندنا لازم نفهم الناس. انا حاسس ان احنا محتاجين ببساطه خالص ان احنا في مره كده نقول للناس تعالوا بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا خلق سيدنا ادم وستنا حواء، تعالوا نفهم يعني ايه جواز. بالظبط كده. يعني فكره اصلا ان الناس فاهمه ان الجواز هو ان انا احقق احلامي، مش ان انا اعيش مع حد عشان نبقى عندنا موده ورحمه وانس،
ده اصبح بيتراجع تراجع شديد جدا. فكره المقارنه دي وزياده المقارنات دي، اصل حضرتك المقارنات دي اقول لحضرتك المقارنات دي بتعمل ايه؟ بتخلينا نتجوز نجرب بعض. انت حققت امالي واحلامي كملنا كويس، وانت حققت امالي واحلامي كملنا. طب واذا ما حصلش؟ لا ده مش جواز، ده الجواز ده لان الامال والاحلام انا عملتها في حين غفله من الحياه الفعليه العمليه، فانا لازم اخرج من تمحوري حول ذاتي واعيش مع حد طبيعي. يبقى انا لازم اقول ان الصوره انا لازم اكلم نفسي. ولذلك في التدريب بنعمل ايه؟ بنقول للشخص اقعد مع نفسك وقول لنفسك ان الكلام اللي انت قلته ده كان بعيد عن الحياه العمليه، عن الحياه الحقيقيه مع شريك حياتك. اما وانك انت اخترت شريك حياتك ده فتعالى نعمل حاجه تانية خالص. ايه الحاجه التانية اللي احنا نعملها؟ ده ان ابحث في الصفات الحسنه في شريك حياتي. ايه بقى الصفات الحسنه فيه؟ وانميها واعظمها واجعله دايما يخرج احسن ما فيه. انا اعرف ناس كتير لما بيخوضوا معانا التجربه دي وبيمشوا فيها، سبحان الله بيبقى الصوره اللي طلعت لهم من شريك حياتهم هي الاحب ليهم من الصوره اللي هم كانوا شايفينها. ليه؟ طيب احنا مش هنيجي نقول له انت عارف الصوره اللي انت فيها دي لو انت عشت معاها هتعيش في نكد. ده بيخليه على طول يحس ان انت ان في حد كده مش انسان طبيعي. حد يقول على الجمال ده كذا، حد يقول على 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 الجسم الممشوخ ده كذا، حد يقول فايه اللي يحصل فيقول الكلام ده كلام واحد لكن لما اقول له على فكره انت فيك كذا وكذا وكذا من الصفات الحسنه وتعالى ننميها وتعالى ننميها، وانا شغال على الصفات الحسنه دي اقول له طب ما ناخد دي كمان. النقد البناء او النقد الايجابي يعني. احنا افضل طريقه للتخرج من المقارنه والطريقه المميزه هو استثمار الصفات الحسنه في شريك الحياه. زي مثلا واحد دلوقتي زوجته هو مش عاجبه اللوك بتاعه فيعمل ايه؟ لكن هو عاجبه خلقه. فايه اللي حاصل؟ تعالي نحيا مع بعض حياه منوره ايمانيه. طب ما بعد ما نعمل كده طب ما الله جميل ونحبه الجمال. ما تيجي نروح على الجمال. لفه بعيده قوي يا دكتور. لا بس اللفه دي لفه متينه. اه. بتخلي الحاجات دي عايشه جوه الناس. بس احنا متفقين ان هو هيقول لها. احنا متفقين ان هو هيصارحه. لكن احنا ازاي نخلي ده نسكن ايه اللي هنسكنه عشان يمنع مقارنه؟ الجمال. كل واحد فينا يستثمر الجمال اللي في التاني. لان احنا لو شفنا ده هيتحقق فينا. كلام حضره النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا في العاده احنا اصلا لازم نتعلم ثقافه ان احنا نتعامل مع الناس بشكل جملي مش بشكل تفصيلي. لان احنا بنتعامل بشكل تفصيلي احنا في الحقيقه بنعين نفسنا حكام وبنعين نفسنا قضاء على الناس ودوت مش حقيقي. احنا بنتعامل مع وزيك حضره النبي بيقول كلنا عيوب على سبيل. وحضره النبي بيقول صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق منه مؤمنه اذا كره منها خلقا رضي منها الاخر. على فكره كره منها خلقا ممكن يكون الخلق ده حاجات كتيره. وانا شفت ناس كتيره لما ابتدوا يغيروا وجهه نظرهم لشريك حياتهم كتير من الصفات اللي كانت ما بتعجبهمش شايفينها الحمد لله لا ده انا في نعمه، ويبتدي هو يدخل الى عالم الرضا. عالم الرضا ده عالم مليء بالمتعه مليء بالراحه. هو دي المساله.